الصبر ده الآن يا ناس أصبح حياة للكل أساس، عايز عزيمة من البداية ونكون عليه للنهاية. صبرنا على غلط بعض الناس والغلط جاي من بعض الناس، كأن دول عايشين في غابة، فين الحق معاهم ملاقي إجابة. الكبير فيهم بياكل الصغير، والقوي فيهم بيدهس الضعيف، والفلوس عندهم هي المبادئ، معاك تبقى مؤسس الأخلاق، مفيش انت من الآخر عديم الأخلاق. وإن قلت بتقولوا كده ليه يقولوا، وإن قلت بتقولوا كده ليه يقولوا، انت مجنون يا بيه، وكتير يشهد بهذا عليك، ما تعرف انت كده ليه. انا قلت كده الوضع مقلوب، احنا بشرية بتحمي العقول، ولازم في الصح كلنا ندوب. وانا انسان بسيط قوي من مصر، مهموم بكل مشاكل العصر، وخاصة بعض الناس دول في مصر والعالم كله بدون حصر. فكرت في نفسي كتير وبقول ايه حل ممكن انا اقول، فكرت في نفسي كتير وبقول ايه حل ممكن انا اقول، وصلت الحل بقى الامور هيخلي الكل في احسن دور. وقلت اعرض هذا على الناس بكل طريقة اعرفه يا ناس، وعرضت حلي هذا في كتاب وسميته الطريق الى عالم جديد بدون تخريب، وقلت هيوصل الحل بقى لهذه الناس عشان نعيش بقى كلنا في حب وتفاهم وتعاون وسلم وسلام. لكن يبدو ما حد بيقرأ كتب الآن، واصبح شيء واضح بدون كلام، عند كتابي هذا للذكرى. عايز فكره تانية يا ناس اوصل بحلي لهذه الناس، حل ايجابي لازم يوصل، انا عايز النصر لكل الناس. قلت الدراما مفيش غيرها هتوصل فكرتي بحذافيرها، الفت مسلسل عظيم جامع لحل مشاكل الناس جامع، وكتبه احمد ابن معايا بفكر جيل تاني معايا، وزدنا حلول تاني هتبني بناء انسان في احلى حكاية، حاجة جميلة لابد تكون بصراحة كده في ايد مسؤول، لان المنتج عايز حاجة خاصة تجيب له يا ناس برضو فلوس، اما الدولة عايزة بناء لكل ولاده والدعم هذا، ومصر خاصة ارض حضارة، وقدرة تنتج هذا يا ناس بكل جدارة بشكل درامي لاجل تفيد ولادها يا ناس والعالم كله بشكل اساسي، ده ام الدنيا مصر يا ناس. عشان كده لازم يروح هذا المسلسل في ايد مسؤول، ده مسلسل درامي لبناء عقول عشان يعرضه باحسن صورة، ده عايز الناس كلها منصورة. وبدأنا نعرض على المسؤول في مصر بلدنا أم الدنيا، وقلنا مهما يكون لازم نوصل بكل متاح برضه لنا، ونروح مرة وميت مرة عشان النصر لكل أهلنا. والحد الآن الوضع مازال ما في مسؤول رد علينا، قلنا نروح لنواب الشعب أكيد عايزين نصر ثقافي لكل الشعب بشكل أساسي، وبكل طريقة برضو عرضنا لازم توصل يا ناس رسالتنا برضو يا ناس للنواب، بس دول ردوا علينا، ومنهم طلب يا أبنا، والرد منهم كان واحد سيبونا هتوصل رسالتكم. وحتى الآن ما في واحد منهم رد وقال يا ناس وصلت رسالتكم، فقدنا الثقة في وصول رسالتنا
للمسؤول في مصر بلدنا والنائب برضه في تنفيذها. قلنا الروح بقى للعربي في مصر بلدنا وكل الدنيا، ونعرض ليه كده رسالتنا اللي في صالح أحوالنا بس تكون بطريقة تانية. هنقول مسلسل إحنا إزاي، وجايز برضو يساعدونا حتى توصل رسالتنا للمسؤول في مصر بلدنا. وقلنا هتوصل للعربي إزاي، لقينا النت متاح لينا وإحنا أملنا صوتنا يوصل إن شاء الله للعرب أهلينا. عايزين ليهم إحنا الخير وكل الناس برضو في العالم، بس العرب أهل لغتنا أكتر ناس يفهموا كلامنا، يبقى الصبر هو الحل. حتى لو كنت بتعرض حل هيفيد الناس وبحاجة إليه، بس ما تيأس انت لحظة، رسالة الخير لازم توصل. اسمعوا منه واصحوا يا ناس، احنا هنعرض ليكوا الحل، كلام حق واجب تنفيذه. عايز إرادة منكوا يا ناس وبإصرار، ده مش هلس، عيب علينا نسيب الصح ونشارك الهلس لأهلينا. ما تخلوش الحق يموت، احنا في دنيا بينا عظيمة ولازم كله ليها يفوق، والهلس لازم نبعد عنه عشان الصح يكون موجود، والصبر ده لازم منه في كل الأحوال يكون موجود، بس في الخيبة بلاش منه إذا كنا عايزين بجد نفوق. إن شاء الله كل يوم حد واربع على اليوتيوب هعرض حل من الحلول موجه ليكم بطريقة شعر، ساعدوني وانشروا رسالتي بجد إذا وصلت بالحل الصادق ليكم. ما يلزمنيش غير الحق وهدفي أوصل بيه ليكم أيها الناس.